مساء الخير احبتي الكرام في كل مكان. ليله جميله هنا، اجواء مثاليه، كل شيء يبدو رائع في كره القدم بانتظار ضربه البدايه. انا فارس عواض من كابينه التعليق، لحظات تفصلنا عن هذه المباراه في اطار منافسات بطوله الدوري الايطالي. كلنا في انتظار بدايه الاثاره، بدايه المتعه مع صافره ركله البدايه. عندما يتعلق الامر بكره القدم نعرف بان الوضع يختلف عن بقيه الرياضات وتصبح الاثاره اكبر. ينطلق الآن الشوط الأول من المباراة. ينطلق بالكرة، يتقدم فيها، لكن كرة لا تحقق المطلوب وهجمة بتضيع. ماريو روي، تدخل قاسي في هذه الكرة. هنا قد نشاهد كرت من حكم المباراة. الحكم يوجه كرت أصفر مبكر في هذا اللقاء، أعتقد بأنها رسالة لجميع اللاعبين. ماتيو بوليتانو، هذا هو لورينزو إنسيني اللي يخطف الأضواء اليوم، ولنجد عليه تركيز كبير في مباراة اليوم. لا يمكن إلا أن تقول بأن لاعب مميز جدا في اللعب مع الزملاء في تبادل الكرات. يا الله، العارضة تبعد الكرة من الدخول، كرة سدت من العارضة، وجد حارس المرمى يلتقطها في هذه اللحظات. كانت فرصة خطيرة جدا، لكن العارضة قامت بدور الحارس. فعلا خشبات المرمى أفضل صديق للحراس. تدخل يبعد الكرة. لورينزو بيليكريني، مختاريان، قد نشاهد فرصة في هذه اللحظات. صفارة ورايا، تسلل يحتسب الحكم. إنسيني، كرة بتقطع بعد عمل جيد حقيقة. لورينزو بيليكريني، انطلاقة وبداية فرصة. ضاعت الكرة، ما استفاد الفريق، بالتالي الحكم يعود لاحتساب الخطأ. ورقة صفراء على الرغم من أنه كان الأخير في الملعب عندما أوقف هذه الانطلاقة قبل وصول الخصم للمرمى. شوف اللقطة، صحيح أن الكرة ثابتة كانت من مسافة بعيدة، لكن اختار التسديد، وفي الحقيقة تصويبته كانت قريبة جدا. برأيي كان ممكن الاستفادة منها بطريقة أفضل. زيلينسكي، ماريو روي، الله على النظرة. كرة بتخرج إلى ضربة ركنية بعد ما لمست المدافع. بيلعب ركنية قصيرة. إنسيني بيلعب لك كرة عرضية. فرصة لكرة مرتدة سريعة. الآن ممكن يلعب لك كرة عرضية. حلوة البينية العالية.
فرصة مع الضربة الركلية للتقدم.